حيث شاركت الهيئة العامة للشباب العالم احتفال باليوم العالمي للتطوع من خلال الإعلان عن آلية لإنشاء استراتيجية العمل التطوعي الوطني. وشمل الاحتفال فقرات عدة من بينها عرض لإنجازات إدارة العمل التطوعي وتجارب تطوعية، بالإضافة إلى تكريم الفرق التطوعية ومتطوعين فرديين. التفاصيل مشاهدينا في سياق هذا التقرير. صقور صباح للإنقاذ، بسمة حياة، جوالة الكويت، سحابة أمل وغيرها من الفرق التطوعية والمتطوعين الفرديين كرموا في احتفال الهيئة العامة للشباب باليوم العالمي للتطوع الذي يوافق يوم الخامس من ديسمبر من كل عام. وإحنا سعداء جدا في هذه الاحتفالية في اليوم العالمي للتطوع. اليوم إحنا فخورين في الإنجازات اللي يقومون فيها المتطوعين وأيضا مؤسسات الدولة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو مجتمع مدني. اليوم لإبراز هذه الإنجازات وأيضا لتوحيد هذه الجهود وتعظيم هذه الاستفادة، لابد أن يكون هناك استراتيجية وطنية لعمل تطوع. كل عام والمتطوعون بألف خير ينثرون الأمل والخير أينما مروا. هذه الكلمات ليست مجرد تهنئة لمشاركة العالم هذا الاحتفال، ولكنها تمثل رؤية للمستقبل، حيث تم الإعلان عن استراتيجية العمل التطوعي الوطني بالتعاون مع مركز العمل التطوعي. تم الإعداد الاستراتيجية بس أساس تتبلور يعني توصل إلى للي يطلبونه أو يحتاجون المتطوعين، لازم يتم خلينا نقول إشراكهم في هذه الشغلة، مع طبعا مع هذا كل الجهات الحكومية اللي لها العلاقة. فإحنا نتمنى يعني اليوم أيضا تكون هذه الانطلاقة أيضا لسنة قادمة، أن احنا أيضا نوصل في هذا الشيء، أن احنا يترتب العمل التطوعي إن شاء الله في الكويت. مبادراتهم وإنجازاتهم تؤكد وفاء وولاء المتطوعين إلى الكويت التي تتباهى بهم بين الأمم، باعتبارهم شباب فاعل وجاهز على الدوام لمد يد العون. لذلك جاءت الاستراتيجية الجديدة لتذليل الصعاب أمامهم. الباب مفتوح للجميع للمشاركة في الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي لتنظيم هذا العمل وتحقيق الاستفادة القصوى منه. سناء الوسلاتي، تلفزيون.